الحمد لله ان شاء الله، الحمد لله فتحناها وفريناها وكملنا الديفي تاعنا وخلاص. بعد التحدي اللي قاموا به زانكا كريزي سلموا مع الاخر المهمه لسهيله بن شهاب. شيش نتحداك؟ اوه كيما العاده تعجبوني، راكو حاضرين معنا حاله كاع. اليوم كيما على بالكم حلقه جديده من شيش اتحداك، اليوم معنا سهيله بن شهاب، يلا تبعونا. شباب بزاف هذا سهيله، واش راكي صافا؟ لاباس الحمد لله. عندي ليك واحد الرساله لازم تشوفها. كان تشوف بون حبيت حداني راك تشوف علي. اوكي شتو كان الحكايه تحداوك ولا لا؟ باسكو شيش قبلي ولا لا؟ اكيد شيش تحداك، اكيد نقبل التحدي. مالا نتلاقاو انا وياك من بعد وانتوما ما تروحوش بعيد. باي باي. رانا في مدينه الوليده سهيله، ومن هذا المكان الجميل راح يكون الانطلاقه تاع التحدي ديالك. كي تشوفيها بدا عندك فكره صح واش من تحدي؟ لا كنقول لك عندك هذه الميزانيه ومن خلالها ان شاء الله هكا راح تحضري لنا وجبه تاع خمسه اشخاص. مليح. هذه هي وشنو هذه؟ واش تجيب لي خمسه؟ هذا هو التحدي. لا لا ماشي هكا، زيدوني شويه برك. تفضلي. ديمي والو ديمي الريان. علاش حرام هكا ما تاكل والو؟ حق سعيده سهيله. 50000. نتلاقاو من بعد. 30000. نتلاقاو من بعد. وانتم كذلك نتلاقاو من بعد ونشوفوا سهيله واش دارت فيها. حسيت انه لازم نكون انسانه مسؤوله، يعني مسؤوله بزاف، لانه هذا الشيء ما راحش يتقدم ليا او بيني وبين الناس فقط، يعني بيني وبينكم. هذا الشيء راح يتقدم قدام الناس كامل، فحسيت بصعوبه كبيره وحاولت اني كيفاش نقاشر كما نقولوا، يعني نحاول انه نستغل هذا المبلغ في اني نجيب كل شيء. السلام عليكم. سهيلة تغادرنا وتروح مباشرة للسوق كمرحلة أولى بمبلغ مالي مقدر بألف دينار باش تقوم من بعد بوجبة غذائية لخمسة أشخاص. كان جو هايل بزاف، ثاني خفت المبلغ ما يكفينيش، لكن الحمد لله كفى وفضل بزيادة. هاني جيت. خلصت جبت كل شيء وقعدت لي 19500. ها هاكي فرحانة. 19500 قعدت لك؟ ايه جبت كل شيء. جبتي جميع الأشياء اللي راح ديري بها الوجبات؟ كل شيء كل شيء على بالي وش راح ندير لكم. رائع. خلصنا المرحلة الأولى. المرحلة الأولى باينة بلي راكي، أنا على حسب ما راني نشوف راكي قادرة على التحدي. أنا نقول لك حط ساعد روحي وجدي روحك. باي باي. نتلاقاو من بعد. اوكي. وانتم خوتنا باينة بلي راكو حابين تعرفوا سهيلة واش راح دير من بعد. ما لا عليكم غير تقعدوا معانا. سهيلة بدات توجد روحها باش تنطلق في عملية تحضير هذه الوجبة. ما تقلقش شي تحداك. صح. شجبنا ديالها.
مالها سهيلة؟ واش راكي تمشدينا؟ اخترت هذه الأطباق لأنه عادة أنا إنسانة عايشة تقريبا برا البيت، والأكل يكون تاع برا مش تقليدي وأكل تاع دار، فنحب أنه ناكل شيء يخص دارنا، يعني يخص الأكلات تاعنا، طيب تاع الدار وهكا. وهذا الأكل ديجا قريب على قلبي، أي الأشياء اللي تكون فيها التوابل بزاف والحرور وهذا الأمور حبيتها، حبيت ناكلها، فاخترتي أنا نحبه يعني. سهيلة ما قالت لناش واش رايحة ديرنا كأطباق، حبت تخليها لنا مفاجأة، ولكن على حسب ما شفنا واش رات من السوق فهمنا باللي حبت ديرنا تبيخة مدوم وبوراك. سهيلة هاي قريب تكمل التحدي تاعها، باش نعرفوا سهيلة ولا نجحت ولا لا. استضفنا اليوم معنا أمين مختص في الطبخ، هو راح يعطينا التقييم الحقيقي تاع سهيلة. أمين، على أي أساس راح تقيمنا سهيلة؟ فيصل خويا، بون حنا في الطبخ ولا في المطبخ يعني بصفة عامة، باش نقيموا عامل تاع طباخ عندنا 3 معايير ناخذوهم بعين الاعتبار. الاولى يعني لو شوا دو مينو، يعني الاختيار تاع الوصفات الوجبه. ثاني حاجه لا بريزونطاسيون في الصحن، طريقه العرض يعني اكزاكتومون هذيك هي. وثالث حاجه الذوق. وهذا الشيء اللي ما توقعتوش، انه دائما نشفى لعمري من عمري 8 سنين وانا في الكوزينه دايره الداله مع الدار مع خياتي عادي جدا، لكن ما توقعتش انه قدام الكاميرا ويعني راح يجي شخص ينتقدني على الأكل تاعي ويعطيني علامة معينة يعني من 10. هذا الشيء خلاني نخاف بزاف، وكانت إمكانيات بسيطة. رجال مسيا، شكرا. أول سؤال سهيلة، هل الوجبة تاعك تكفي لخمسة أشخاص؟ أكيد، ما زال كاين بورا، كاين متوم، كاين كل شيء. رائع، شاف، واش تقول لنا؟ التحدي مرفوع، أنا من عندي تقييم يكون 8/10، يعني ما شاء الله. جميل جدا. سهيلة على بالك خلاص لحقنا إلى نهاية الحلقة. في كل حلقة المتحدى اللي يكون معنا، الضيف اللي يكون معنا على بالك تحداوة من قبل، أوتوماتيكما هو راح يتحدى شخص آخر مدى بنا نعرفوه في الحلقة القادمة شكون هو. عندك فكرة؟ أي سهيلة خليها في بالك هكذا، باش المشاهد الكريم يستنانا في الحلقة المقبلة، راكو راح يتعرفوا معنا سهيلة شكون هو الضيف اللي راح تتحدى. من هذاك الوقت احنا نقول لكم سلام. تحدينا كل شي على جال دموعك، شيش 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 بالقلب الصافي وحبابك جاوك، شيش 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 انت ماشي وحدك ما تكونش غريب، جزائري وانت تقصد تصيب، نوقفوا مع ولادنا في بلادنا مع بابانا حاجة ما تغيب. شيش نتحداك ابدأت بحكاية، هات يدك وارواح معايا، كونوا في الخير نكونوا للغاية، سبا ولا بكلام الزين، تحديات بدلوا الحياة، هذا الصفات عليها قادرين، كي نساك رجال في كل حوال، بنحب أجار ديما بالتحجير. تحدينا كل شي على جال دموعك، شي 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 بالقلب الصافي وحبابك جاوك، شي 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 انت ماشي وحدك ما تكونش غريب، جزائري وانت تقصد تصيب، نوقفوا مع ولادنا في بلادنا مع بابانا حاجة ما تغيب. شي 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 شي